بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة التي يتلوها علينا قارئ مقيم مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي القارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بقرية سراوه مركز مدينة أشنون محافظة المنوفية. نسأل الله عز وجل له بالتجلي والتوفيق ولنا ولحضراتكم جمشنا باستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شقي وسعيد
الذين صاروا
فاستقم كما
فاستخدم كما أمرت ومن تبعك ولا تقوم.
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين وأقم الصلاة فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض
الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما كانوا مجرمين. وما Oh,
وأهلها مصلحون. عليك من أنباء
وجاء
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. استمعتم أيها المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ ومقيم مصر العربية والمقيم ومحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي قارئ القرآن الكريم والمقيم بقرية صراوة مركز مدينة أشبون محافظة المنوفية. كان معكم توفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية الحديثة. تطلب وتوبة بمركزنا الحاج فتح سويلة الشوشاني بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الكبرى. تطلب وتوبة بمركزنا الحاج شحات البري بمركز مدينة أشبون. يا ستقبل الله عزاف وشكر الله سعيكم جميعا.